طيب رأي حضرتك في محمد الضوي كريستو، هو لاعب ناشئ صاعد ولكنه أيضا لاعب تونسي كان بيلعب في النادي النجم، هو منضم حديثا للنادي الأهلي، شارك في عدد دقائق قليلة جدا ولكن متوقع ليه مستقبل باهر، ودلوقتي النادي الأهلي بيثق في شخصية اللاعب التونسي كمان، رأي حضرتك في هذا اللاعب؟ إن شاء الله. هو بالنسبة لي أنا اللاعب هذا محظوظ أنه مشى النادي الأهلي عمره 19 سنة، ولهذا لازم معناتها مشى الفريق محترف كأنه مشى الفريق أوروبي، لأن يعني النادي الأهلي فريق محترف بامتياز، وعنده رئيس سيد محمود خطيب من أفضل الرؤساء هذا في مصر وفي العالم العربي، ولهذا لازم يستغل هو الفرصة هذه. بطبيعة الحال مش تكون أساسي من الأول، مازال صغير السن وفي لاعبين أفضل منه، ونعرف أن النادي الأهلي ما يصبرش، النادي الأهلي دائما يلعب على البطولات، لهذا هو لازم يتعلم، لازم يتعلم ولازم يصبر ويبقى على الدكة، ولما تتاح له الفرصة لازم يكون في المستوى. هو اللاعب النجم الرياضي الساحلي تألق وسجل أهداف رغم صغر سنه، وواضح أنه اللاعب هذا عنده شخصية، إن شاء الله يزيد يتحسن ويزيد النادي الاهلي يثقل بتاع اللاعب هذا، وان شاء الله النادي الاهلي يستفاد منه كثير وكثير. بطبيعه الحال هذا يمرد للمنتخب التونسي، ان شاء الله نتمنى له النجاح والتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن.